إدارة شركة سنيم وست نقابات عمالية عقد اليوم في نواديبو، وناقش الاجتماع المذكور ضرورة الحل الفوري لمشكلة العمال المضربين وسنيم، وخرج بتفاهم يقضي بأن يكون التفاوض بين الشركة ومناديب العمال بدون حضور النقابات وترك موعد انطلاق الحوار وتفاصيله للشركة والمناديب ليحددوا الوقت والآليات المناسبة لذلك. شركة سنيم قد فتحت مناجم استغلال الحديد في زويرات أمام فريق من الساحة للاطلاع على سير العمل بهذه المنشآت. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. هكذا تبدو من الأعلى إشغال الأعمال في قلب الغين التابع لشركة سنيم، وهكذا تجري عمليات الشحن اليومية من أطلال الحديد الخام، حيث يتم إيصال ما يقارب 35 ألف طن بقطاع الشحن بالشركة. ويقول العاملون هنا إن الإضراب لم يؤثر على عملية الإنتاج، وأن تراجع أسعار الحديد لا يسمح بالإضراب. منذ الفريق فيفري إن شاء الله الإضراب لا سنيم إن شاء الله تورن 24 24 ولامين ساتير لي كاميون إن شاء الله برفع فيكين بيل برفع دير بيل إن شاء الله برفع كاع ترا. تتجه هذه الأطنان الحديدية باتجاه مصانع التصنيع، وتراقب هذه الوحدات عملية الإنتاج التي تقول مصادر الشركة إنها وصلت منذ أيام الإضراب الأولى ما يزيد على 300 ألف طن من مركزات الحديد، وهو ما قد وصل إلى مليون طن شهريا. في الشهر فبراير عدلنا 300 ألف طن، عدلنا 300 ألف طن، والشهر جاينا 300 مللي شهر نواديب 300 ألف طن جي ما بي اللي هو البرودوي كونسنتري. دونك كيف تشوف راك المصنع مستمر في العمل رغم هذا من التحديات ورغم من الصعاب كامله، كما شفتوا فهم قدر من الاخوه المضربين وغير فهم اللي قدر من العمال اللي ظهر لهم من الاضراب انه ما هو في صالح الشركه وان الظرفيه ما هي ملائمه المطالبة بزيادات. يعمل هؤلاء من بين الكثيرين الذين يتوزعون على القطاعات المتعددة بالشركة، ومن بين المبررات التي قدموها حول بقائهم في العمل بعيدا عن المضربين نسب الزيادات التي قدمتها الشركة على مدار السنوات الأربع الأخيرة، حيث وصل إجمالها إلى 34%. في فترة من الفترات سنيم كانت رابحة وكانت تعطي الفضل ياسر، وكل حد يعرف عن السنة اللي فاتت من سنيم أعطت ياسر الفضل يقظك، بمعنى الظروف الحالية كظروف الدولية القاسية نظرا لانخفاض المعادن في العالم يالت إخوتي يفهموا ويفهموا المؤسسة ويفهموا وطنهم، لأن هذاك المصلحات مصلحة وطنية. ووسط الحديث عن انعكاس الإضراب الذي تقوم به بعض النقابات العمالية بشركة سنيم، تجري أعمال الإنتاج بمصانع الشركة رغم مضاعفتها لجهود العمال كي يبقى قطار الإنتاج سائرا. رغم الإضرابات التي تنظمها بعض النقابات العمالية على مستوى مدينة زويرات، يستمر قطاع الشحن بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم في شحن قاطراته باتجاه العاصمة الاقتصادية نوادي بو من مناجم القلابة بولاية تير الزمور على أطراف مدينة زويرات. شاطئ الدنجاشي.